وحول هذا الموضوع معنا عبر الهاتف سعادة النائب محمود البحراني عضو مجلس النواب رئيس لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بالمجلس. سعادة النائب بعد التحية، هل لك أن تحدثنا عن التعاون الذي جرى بين السلطتين التشريعية والتنفيذية بخصوص إقرار الميزانية العامة للدولة لسنتين الماليتين 2021-2022؟ في البداية أشكرك أخي عبد الرحمن ومطيع على المقدمة الجميلة. في البداية توجب شكر جلالة الملك المفدي حفظ الله ورعاه على تصديقه الميزانية العامة للدولة سنتين ماليتين 2021-2022، والتي عملنا عليها ليس كسلطتين منفصلتين بل بروح فريق البحرين الواحد، لما تضمنه من مبادئ اجتماعية واقتصادية تحافظ على مكتسبات المواطنين في المقام الأول في ظل الظروف الاستثنائية الصحية والاقتصادية، وأيضا تدعم استمرار التنمية الاقتصادية لمملكة البحرين. كان أداء اللجنة المشتركة مستلهم من التوجيهات السامية لصاحب الجلالة وبالاهتمام بالمواطن في المقام الأول وعدم المساس بمكتسباته. وكذلك من خلال هذه الميزانية راعينا استقطاب كوادر وطنية عبر تمكين مجموعة من الدراسات والتدريب بهدف الحصول على مهارات فريدة وتخصصات نادرة وتعزيز مبدأ الاستثمار الأمثل في المواطن. في البداية ولا ننسى ظروف المرة البحرين كانت تحد من التوسع في الاستثمارات أو الاستثمارات البنية في المستدامة، لكن رحنا حق الجوانب الأساسية بشكل دقيق جدا. نسأل الله القدير أن يفرج عنا هذا البلاء ويمن على جميع المواطنين والمقيمين بالصحة والعافية. شكرا لكم. نعم، سعادة النائب محمود البحراني عضو مجلس النواب رئيس لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بالمجلس، كنت معنا ضيفا كريما في نشرة الأخبار، شكرا جزيلا لك.